جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من هم أولو العزم؟ قيل إن الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام أولو العزم، وقيل إن أولي العزم منهم خمسة فقط، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وهم المذكورون في قوله تعالى: ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم على المشهور عند أهل العلم. نعم.